اعدادها كبيره، الارض جايه في على مربع من المشرق كده في الاتجاه برج القاهره. وسيحكم التاريخ علي وعلى اسمي، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ واكبر معوق لحركه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. الحقيقة الأخبار عن الموت هي الأخبار المتسارعة في مصر مع الأسف، واللي موجودة كل يوم على مدار الأسبوعين الماضيين بالتحديد منذ بداية موجة الأمطار الشديدة التي قتل فيها المصريون، وأقول قتل وليس مات لأنه الإهمال يؤدي إلى القتل، والفساد والسرقات تؤدي إلى القتل وليس إلى الموت. الموت اللي هو الإنسان يجيله سكتة قلبية يموت، يعني قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه يموت بشكل أو بآخر، وكله من قدر الله سبحانه وتعالى، لكن أنه يموت عشان شوية مطر نزلوا فيصعق بالكهرباء، فدام مش معناه انه مات، ده معناه انه اتقتل. ان يموت في حادث عشان في اهمال في الطرق والكباري اللي اتعملت، ده معناه انه هو اتقتل مش معناه انه مات. عشان يموت محمد عيد تحت عجلات القطار، ده مش مات، ده اتقتل، لانه انه يتم التصرف معه بهذه الطريقه التي هي طريقه اجراميه 100% وبامتياز، يبقى محمد عيد قتل ولم يمت بشكل طبيعي. يعني فاحداث ومشاهد القتل كل يوم مع الاسف موجوده معنا. اعتقد بانه نسبه كبيره من الشعب المصري نفسيتها تعبت من مشاهد القتل المتكررة على مدار الأيام السابقة. بتكلم عن بس الأسبوعين دول، ناهيك عن 6-7 سنين اللي فاتوا اللي بينتهك فيها حق الإنسان في الحياة من الأساس. امبارح كانت الفاجعة، فاجعة رمي شابين من القطار من قبل رئيس القطار ولا الكمساري، قتل فيها محمد عيد وفصل الرأس عن الجسد وحسب تقرير الطب الشرعي. النهاردة تاني حادثة دهس قطار لسيارة في مدينة الأقصر ومقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. ده كمان متعلق بالسكة الحديد. فإلى متى سيزجب الناس تحت عجلات القطار؟ إلى متى سيظل هذا الإهمال وهذا الفساد اللي موجود واللي لا يعالج أبدا من قبل الدولة؟ لأن الدولة ليست مشغولة من الأساس بحياة الإنسان، وليست مشغولة من الأساس كيف يعيش الإنسان، وليست مشغولة من الأساس بأحوال الناس، أحوال الشعب، أحوال الناس اللي رايحة واللي جاية، واللي الناس الموظفين، الناس الغلابة، دول لا يسأل عنهم أبدا. شهود عيان أكدوا أن قطارا دهس سيارة عند مزلقان بدران شمال مدينة الأقصر ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 8 آخرين، مؤكدين أن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث وقامت بنقل الضحايا والمصابين للمستشفى. أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية مصر 4 وإصابة آخرين في تصادم جرار رقم 2420 بسيارة نصف نقل محملة بالركاب أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور. أضافت الهيئة طبعا ده ما يتم نقله عن المصادر الرسمية. أضافت الهيئة في بيان لنا في تمام الساعة 10:25 صباحا وأثناء مسير جرار
24/20 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك. اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل من مكان غير معدل العبور في الكيلو كذا، وحيث لا يوجد هناك مزلقة. وزارة النقل وجهت بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الموضوع، أنه تم توجيه فرق الطوارئ بسرعة الانتقال لموقع الحادث ورفع أثار الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مسير القطارات بسلامة وأمان. قال إيه يعني وزارة النقل تهتم بسلامة المواطن وبأمان المواطن؟ تكلم عن الفساد في وزارة النقل، زي ما بيقولوا كده فساد للركب في وزارة النقل والمواصلات، إهمال في حق الإنسان في الحياة من الأساس. بتكلم عن هيئة السكة الحديد ولا منشأة زي المترو، دي يعني هي بتمس مباشرة الحياة بتاعت الإنسان. بتكلم عن النقل والطرق والكباري وغيره، بتمس الإنسان مباشرة، لأنه الحوادث بطبيعتها أغلبها بيكون في السيارات تصادم أو في القطارات بهذه الطريقة. طبعا بتكلم عن عادة ده يعني في مصر، مش برا، يعني الكلام ده في مصر بس في أم الدنيا. لليوم الثاني لا يزال غضب النشطاء متصدرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر حادث قطار اسكندرية أسوان الذي قتل فيه محمد عيد، وفجع أيضا المصريون بنبأ إجبار مشرف القطار لشابين في العشرينيات من عمرهما على القفز كما ذكرنا بالأمس. خلينا نتابع الشاب الناجي اللي هو صاحب محمد عيد الذي نجا من القطار، اللي هو رمي مع محمد عيد أو تم إجباره أنه هو يلقي نفسه مع محمد عيد ولكنه نجا. دعونا نتابع ماذا قال هذا الشاب ثم نعود. كنت ايه متقلقان؟ انا ما انا كنت قلقان، بس انا ايه فاهم، قعدت كده على حتى ما خلاص كل بقى كل ده واقف ورايا فوقيه وصاحبي واقف على الباب كده مرحبا. واخر حاجه بقى سمعته هو بيقولها ايه دكتور، هو القطر ده ما فيهوش رجوله وكان عامل ولا ايه عامل فوشي عدم وجود صح. انا صاحبي ما رحتش ده الشاب اللي كان مع محمد عيد الله يرحمه ويصبر أهله. بيتكلم عن آخر تقريبا كلمة قالها محمد عيد قبل ما يرمي نفسه من القطار. قال هو القطر ده ما فيهوش رجالة ولا إيه يا جدعان، أو ما فيهوش رجولة ولا إيه يا جدعان. طبعا الكلمة دي مؤثرة جدا وبتعكس حالة اللامبالاة الحقيقية، بغض النظر هل الناس ديت، لأنه في ناس بتحدث أنه الحادثة كلها حصلت في 20 ثانية، الموضوع الناس ما لحقتش تنتبه لما حدث، لكن الناس بتحكي بتقول يا جماعة ده أكبره وقعد يقول له طب طلع لي بطاقتك، معهوش بطاقة، طيب لازم تنزل هنا أو تدفع، يعني في حوار حصل الناس خدت بالها من الحوار. فبمجرد ما يتم مشاهدة حدث زي ده أو مشهد زي ده، أنا أعتقد طبعا لا أزايد على الناس، ولكن الحقيقة الأمر مؤلم، مؤلم جدا، وأكيد ألم الناس كمان اللي كانت موجودة. لكن فكرة اللامبالاة اللي موجودة عندنا دي لازم نتخلص منها. فكرة إن إنسان شايف واحد بيغرق ويسيبه يغرق، دي معرفش عمرها ما كانت موجودة، وعمر الشعب المصري اللي معروف بالجدعنة ومعروف بالرجولة ومعروف بالنخوة والمروءة، عمر ده ما كان موجود، عمر ده ما كان موجود في بين الناس. بالعكس الشعب المصري ده اللي هو أي حد مزنوق بتلاقيه واقف جنبه، وأي حد غريب حتى مش لازم يكون من بلدك بتلاقيه محتاج، بتلاقي الناس كلها واقفة حواليه وبتحاول تساعده. أي حد محتاج تلاقي الناس حواليه بسرعة وبتحاول تساعده. أي حد مريض تلاقي الناس حواليه والناس بتساعده. ده طبعنا، دي طبعنا، مش بحكي حاجة من الخيال، هو احنا كده، هو احنا دي طبيعتنا احنا كده. ومش برضو بنتعالى على بقية الشعوب بان احنا احسن منهم، لا، الناس كمان يعني اعتقد انه طبيعة الانسانية
وخاصة في منطقتنا العربية أو في المجتمعات الإسلامية، إنه هو ده الطبيعي أو هو ده اللي مفروض يكون موجود، وده اللي كان موجود أو ده موجود مازال، أنا متأكد إنه لسه موجود يعني في الشارع المصري، أكيد ده لسه موجود. الناس الجدع، الناس الجدعان والناس الرجولة والناس اللي عندهم شهامة وعندهم أصل أكيد موجودين، لكن لابد أن يكون ده سريع، ما يكونش نستنى المصيبة تحصل. طبعا ودليل أن ده موجود، ما كانش محمود البنا اتقتل عشان شهم وعشان راجل وعشان عنده نخوة وعنده رجولة وعنده غيرة على البنت اللي اتقتل في النهاية بسبب رجولته وبسبب شهامته، فده موجود. والقاتل برضو موجود، يعني ده موجود وده موجود، لكن أنا في اعتقادي أنه عامة الناس أو أغلبية الناس المتواجدين في أي مكان هو الأصل بتاعهم الخير والأصل بتاعهم الرجولة، فدول كان لازم يتحركوا يا جماعة، لازم. يعني أنا مش بتكلم خلاص اللي حصل حصل ومحمد ربنا يرحمه وإن شاء الله حقه يرجع، لكن مش بتكلم خلاص على اللي حصل، لكن ده ناخد منه موقف، لازم ناخد موقف من دوت، نتعلم منه لأي مصيبة تكون موجودة قدامنا أو أي موقف ممكن يتحول لمصيبة في ثانية، فلازم نتحرك بسرعة ونكون عندنا يعني التحرك بتاعنا على قدر المصيبة ديت أو لتفادي وقوع المصيبة. طبعا في ناس بتكيل الاتهامات وتكيل الشتائم للناس اللي كانوا راكبين في القطار، وإنه لا يعني هو مش للدرجة ديت، لكن الناس لازم تكون متحملة المسؤولية ديت، مش يعني ما ينفعش ان احنا نسيب حد يموت ويروح في شربة مية بالشكل دوت عشان مفيش حد مثلا قادر ياخد المبادرة ويقول يا جماعة تعالوا نلم مع بعض السبعين جنيه ديت ولا التلاتين جنيه، حتى مش سبعين، قالوا بعدين انها تلاتين جنيه او نقل عن وزير النقل ان الموضوع تلاتين جنيه، طب يلا بسرعة نبادر سريعا. وبعدين انت بتكلم عن قطر في اي بي، يعني الناس اكيد اللي قاعدة في الفي اي بي معاها، يعني مش هنقول ان هم معدمين، هنقول متوسطين او اقل، او على الاقل لو كل واحد لم جنيه هيلموا 70 جنيه. طيب بلاش نمنع الكمساري دوت ولا رئيس القطر ان هو يستمر في تهديد او اجبار الشباب ان هم يرموا نفسهم، نمنعه، ننهره، نقف جنب المظلوم. الحادثة كانت يعني صادمة ومؤثرة جدا، والحقيقة ما كانش ينفع يتسكت عليه. خلينا نشوف هذا الكليب أيضا المؤثر، فيديو لمحمد عيد نشر وانتشر على السوشيال ميديا. محمد عيد وله كلمات وله إنشاد كذا بأسلوبه، أسلوبه البسيط المؤثر، وكأنه بيرثي نفسه قبل وفاته. كان فيديو نشر وأصحابه بيتحدثوا أن ده قبل ما يقتل بهذه الطريقة بأيام معدودة. خلينا نتابع محمد عيد ثم نعود. ما بيغلطش من فينا، ما بيغلطش او ما فيهوش عيوب، حتى الورود اوقات بتدبل عالشجار. وكانت النهاية قريبة زي ما غنى محمد عيد. طبعا محمد عيد شاب بسيط، شاب كان يعني راجل بيبيع، بيحاول يسترزق، بيصرف على أمه وبيصرف على أخته، وهو يتيم من صغره كما تحدث جيرانه. طبعا كان في تصريحات من وزير النقل كامل الوزير في منتهى الاستفزاز الحقيقة، وفي منتهى الاستخفاف، حتى وإن كان راح عزة يعني عشان ياخد اللقطة وصوروني وأنا ببوس دماغ أهله والحاجات ديت، لكن هو المجرم الحقيقي الحقيقة، لأنه هو كمان كان بيهدد، على فكرة بيهدد الكمسارية في بتوع القطار
وأي واحد هيتهاون هيتفصل من شغله وأي واحد ما عرفش إيه لا مراعاة لأي حالات إنسانية. وزير النقل بيقول إن مشرف القطار لم يقم بدافعهما، يتحدث عن الشابين محمد عيد وصاحبه، لكن هم اللي نطوا الأول عشان بدين شوية مليان شوية وقع ما بين القطار والرصيف، والتاني عشان خفيف شوية قدر ينط من القطر وبه إصابات طفيفة. يعني تصريحات الحقيقة لا تنم إلا عن واحد لا يتحمل أي مسؤولية، وبعدين بيتكلم يقول لك هو ما حدش أجبرهم إن هم ينطوا، استخفاف، يقول لك 100,000 جنيه تعويض عن قتل محمد عيد، و20,000 تعويض للمصاب، يعني وكأنه حياة الناس فقط بعد ما يموتوا تقدر بهذه الأثمان الزهيدة جدا في مقابل حياة الإنسان الذي لا يقدر بثمن ولا يقدر بمال. كان أولى على الوزارة وكان أولى على هذه الحكومة أن تراعي الإنسانية في ذلك، والأولى بهم أيضا أن يحاكم هذا الرجل الذي يدعى مجدي كما ذكر في بعض التصريحات، أن يعدم أو أن يلقى مصيره أو أن يكون عبرة لأي حد تنعدم جواه الرحمة وتنعدم جواه الإنسانية. ده في الأمر الطبيعي، لكن بتتكلم عن واحد عديم الإنسانية في دولة للأسف لا يحكمها قانون ولكن تحكمها مع الأسف عصابة هي عديمة الإنسانية وعديمة الرحمة. النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا وسم شهيد التذكرة للتنديد بهذه الواقعة، كما وجهوا أيضا اللوم على الحكومة. سنتابع التغريدات، ولكن خلينا نتابع جنازة محمد عيد في البداية. نتابع هذا الكليب لجنازة محمد عيد الله يرحمه ثم نعود. خلينا نتابع الآن التغريدات، لأنه هذا الحادث لقى تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، والكل أدلى برأيه وأدلى بدلوه، الكل غاضب الحقيقة من هذا الحادث. خلينا نتابع ماذا قال العاسف. يقول والله لو جماعة الظلم والطغيان من المحيط إلى الخليج بل من العالم بأسره لن يساوي ربع الظلم والطغيان الموجود في مصر. ترمي بشابين من القطار فيصاب أحدهما يقتل الآخر من أجل تذكرة، ما أصبر المصريين على كل هذا الظلم والطغيان؟ لا أدري إن كان هذا صبر أم خنوع، لكن هذه والله أو هذا والله كثير شهيد التذكرة. طبعا هو بيتساءل ده صبر ولا خنوع. أعتقد يعني الناس هي اللي تجاوب على السؤال ده صبر ولا خنوع. هل هو صبر فعلا؟ صبر يعني صبر طويل بعدي، يعني يتوقع أنه بعدي يكون الانفجار بعد كل هذا الاختناق الشديد وكل هذا التضييق وكثرة القتلى وكثرة الموتى كل يوم بهذه الطريقة جراء الفساد وجراء الإهمال وجراء القتل العمد وجراء الاستهداف وسفك الدماء
وقتل الجنود وقتل المدنيين وقتل كل شيء في بصرة، حتى الحيوان لم يسلم من هذا الإهمال. هل بعد الصبر ده في تحرك؟ الحقيقة يعني الطبيعة بتقول إنه طبيعة الأشياء والسنن الكونية بتقول إنه بعد الانفجار، والحقائق العلمية تتحدث عن إنه بعد يعني هذا الاختناق بيكون الانفجار. هذا ما نتوقعه، لكن فكرة الخنوع أعتقد أنه ليس خنوعا، ولكن آلة القمع شديدة والدبابة موجودة في الشارع وآلة التخويف قوية، لكن هيجي في لحظة لا يمكن أن يستمر هذا الوضع بهذا الشكل طول العمر ولا لسنوات عديدة. أعتقد أنه كل ده هو بيحاول يسيطر، لكن ظهر هشاشة النظام في المرحلة السابقة في 20 سبتمبر و 27 سبتمبر، لكن هل ده ممكن يحصل تاني؟ في 25 يناير حصل والناس خرجت وحصل تغيير، حتى وكان تغييرا جزئيا لكنه حصل، فلا أعتقد أنه خنوع لكنه صبر. سنتابع في التغريدات بعد قليل وبعد الخروج إلى فاصل، و نستقبل ضيفنا دكتور عمرو عادل بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. مسيرة تانية جاية، أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهرة، وسيحكم التاريخ علي وعلى أهلي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ وأكبر معوق لحركة وأكبر معوق لحركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. أرحب بضيفي انضم إلينا في الاستوديو الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري. أهلا بك دكتور عادل. أهلا بك. إذن بدأنا الحديث في بداية الحلقة عن حادثة القطار بالأمس وحادثة القطار اليوم مع الأسف، ونستكمل أيضا فيها. دعنا نتابع هذا التقرير معا ثم نعود مشاهدينا الكرام. نتابع هذا التقرير حول ضحية التذكرة ثم نعود. قررت النيابة العامة في مصر إحالة محصل القطار مجدي إبراهيم إلى الطب الشرعي لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات أو عدمه، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد وترويع الشابين اللذين قفزا من القطار فلقى أحدهما مصرعه. وأنكر المحصل المتهم خلال التحقيقات قيامه بإجبار الشابين على القفز أو سعيه لدفعهما إلى القفز من القطار، معللا قفزهما بأنه كان قرارهما الشخصي. وأكدت خالة الضحية محمد عيد أنه كان قادما من مدينة الإسكندرية لزيارة والدته، وأنه اتصل بالعائلة قبل الحادث ببضع ساعات، مضيفة أنهم ينتظرون القصاص العادل. من جهتها كشفت مصلحة الطب الشرعي المصرية أن الشاب الأول محمد عيد انفصل رأسه عن جسده بعد سقوطه أسفل القطار، وأن الشاب الثاني أحمد محمد تبين إصابته بعدة إصابات في الصدر والبطن والذراعين والساقين، وحالته الصحية خطرة. وتصدر هاشتاج شهيد التذكرة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وانتقد المغردون النظام الحاكم واستراتيجيته التي جعلت الموظف يتصرف بهذه الطريقة، بينما استنكر آخرون مشاهدة الركاب للواقعة دون فعل أي شيء لمنع ما حدث. وعلق النشطاء على تصريح وزير النقل كامل الوزير الذي قال فيه إن الموضوع تم تناوله بشكل مبالغ فيه، منتقدين إهمال الحكومة لحياة المواطن ومحاولة السلطات تهميش الواقعة. تابعنا إياكم هذا التقرير. أعود إليك مرة أخرى دكتور عادل. يعني كيف في البداية يعني تابعت هذا الحادث الأليم، حادث محمد عيد
وحادث اليوم كمان 4 راحوا ضحية وفي 8 مصابين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الحادث ده حادث لازم يتوقف قدامه كثيرا. الأحداث في مصر الدموية كثيرة جدا، وكل الحوادث لها دلالة واحدة واضحة جدا، أن السلطة صدرت التوحش المجتمع في خلال 7-8 سنين اللي فاتوا، وأصبحت فكرة السلطة معناها القهر. ده على فكرة في صور ذهنية بتدخل في ذهن الناس نتيجة المجال العام كده، كل سلطة بتقهر من تحتها، كل أي حد بيمتلك سلطة في أي مكان بيقهر من تحته، حتى لو واقف على باب الحمام، احترامنا الكامل ليه، لكن هو دايما بيمارس، بيحاول يمارس السلطة على غيره وبشكل قاهر وبشكل ضاغط وبتوحش. وده اللي حصل من الكمسري أو رئيس القطر. يعني أنا مش لاقي أي تفسير أنه يطلب من الناس تنط من القطر، ما ممكن يسلمهم للبوليس مش مشكلة، حتى اللي بعدها زي ما القانون بيقول، لكن الإحساس بالتوحش اللي تصدر للناس خليه يعمل كده. ومع الأسف الشديد مع الإحساس التصدير التوحش ده يبقى فيه خنوع وقهر كبير جدا عند اللي ما عندوش أي سلطة. وشفنا الكلام ده في القطر، الناس ما عملتش أي رد فعل. ده الأعجب الاتنين اللي نطوا، يعني وكأنه اللي يجبرك أصبح يعني. أصبح يعني تحت السيطرة الذهنية للقهر من السلطة، وبيعمل أي حاجة تتقله. حتى هو هدد بأنه هما الاتنين هددوا، يعني هتسلمكم المباحث أو تنطوا. يعني والغريب أنه خد القرار ينط من القطر، حاجة غريبة جدا. حياته بقت أقل، يعني أقل قيمة من تعرضه للسلطة مع الأسف الشديد. فالجو ده في مصر جو خانق جدا، وجو لن يتوقف وبيزداد سوءا، وهنلاقي كل يوم حادثة بالشكل ده في مكان مختلف وبشكل مختلف. ما كانش حد يتوقع ان حاجة زي كده تحصل. حادثة القطر النهاردة طبعا مؤلمة ومفجعة، لكن احنا في اسوأ وشبكات سكة حديد في العالم، مفيش مزلقانات، مفيش اي حاجة، حادث قطر كتير جدا، احنا بننافس الدول الاكتر عدد حوادث القطارات. يعني فاحنا عندنا مشكلتين، مشكلة دائمة طويلة جدا هو فساد النظام المصري وعدم احترامه للناس، وحرامي ومجرم وقول اللي انت عايزه. لكن الاخطر في النظام اللي بعد انقلاب يوليو او قبليه حتى ابتدى يصدر فكرة التوحش والرغبة في الانتقام والدم والقتل، بقاش حد ليه ثمن، بقى الناس بتقتل بلا ثمن. والكلام ده النهارده 13 واحد اتقتلوا، بقينا نسمع الكلام ده عادي خالص، 2000 واحد اتقتلوا او 3000 واحد، في ناس تتكلم عن 5000 في يوم واحد، والناس كانت بتبقى سعيدة. اذا تصدير الاحساس ده للمجتمع بقى راسخ، لدرجة ان الناس بتمارس الكلام ده على بعضها باقل قدر ممكن من السلطة. والحقيقة ده داخل بالمجتمع للجحيم. للدرجة دي السلطة قدرت انها تخلي الناس تعتاد ده وتمارس ده بهذا الشكل دكتور عادل؟ ايوه طبعا، ما هو انت عمال ترمي صور ذهنية في الناس، عمال ترمي بالاعلام وبالدراما. تقصد ان هناك طرق مباشرة وحتى غير مباشرة بانه يتخلل للذهن ان هو يمارس ده او يقبل ده ويرضى؟ طبعا بيقبل. اولا بالاجراءات، كل الاجراءات بتعمل الكلام ده، كل الاجراءات اللي بتمارسها السلطة بتعمل الكلام ده. اي حد، وكمان بيفرض صورة، يعني الولد راجح ده كل مصر كانت عارفة انه مش هيتحاكم، كل مصر صح؟ ولازم راجح يتحاكم، في ضغط عصبي كبير جدا، وفي النهاية ما تحاكمش برضو. السلطة بتفرض نفسها، اذا فانت اي حد في المجتمع عارف انه لو برا المساحة دي هيقتل او احتمال يقتل، فاللي بيمتلكها بيمارس اقصى درجات القهر على غيره. موظف قاعد في المكتب، ضابط الشرطة، امين الشرطة، حتى عسكري الشرطة، العسكري المجند العادي اللي هو في الجيش، اول ما بيدخل الجيش بيبتدي يحس بالموضوع ده، بيفرض على غيره. فاحنا في مجتمع اصبح مشوه تماما تماما للاسف الشديد. يعني من 50-60 سنة، من 40 مش من زمان، من التمانينات كنا احنا لسه يعني شباب صغير، ما كانش الكلام ده ممكن يحصل، ما كانش تلاقي المظاهر المفزعة دي، واحد يقتل واحد في الشارع، واحد ويبقى عارف انه مش هيحصل له حاجه، ناس ترمي نفسها، واحد يجبر الناس ان ترمي نفسها من القطر، القتل بدون ثمن. الكلام ده العشر سنين اللي فاتوا خلاه دارج وعادي، وبقى كل واحد دلوقتي بيختار هتكون فين، هتكون في المكان اللي ممكن تقتل فيه، ولا المكان اللي ممكن تمارس قدر من السادية على الناس.
فللاسف ده بقت المعادله. فكتير جدا بيسعى انه يكون في مكان ممارسه القهر، والصوره اللي اتنشرت عند المجتمع لازم تقهر من تحتك. وللاسف وصلنا لمرحله ربما لم نستطيع انتزاع الفتيل ده، خلاص وصل مرحله خطيره جدا. والجنون اللي بتمارسوا السلطه اللي بتحكم مصر، مع الاسف المجرمين العسكر الخونه اللي بقالهم 60 سنه بيحكموا مصر، والسنه الوحيده اللي نفادنا نسبيا حتى منهم لم يقبلوها، وبينتقموا طيب. من الشعب المصري عقابا لي على اختيار حد منهم. كان هناك ردود فعل كثيرة حول ضحية التذكرة أو حول حادث القطار اللي مات فيه محمد عيد، ومن ضمن ردود الفعل كان رد فعل وزير النقل اللي كان ليه تصريحات البعض اعتبرها استفزازية، وهو أعتقد أنه هو عايز يصور أن الأمر عادي وأن الأمور مسيطرة عليها. بيقول أنه هذا الحادث تم تضخيمه بالشكل غير ما يستحقه، وتم تضخيم حجمه، وبيتكلم انه هم مش طفلين، يعني ما حدش اجبرهم ان هم ينطوا، هم اختاروا ان هم يقفزوا من القطار. يعني كيف ترى هذه التصريحات من وزير النقل في ظل حالة الغضب اللي موجودة عند الناس، وفي ظل حادثة كارثية وأليمة جدا زي حادثة محمد عيد؟ هو الحين بيتكلم بقناعاته الدايمة من الجيش. ايه واحد مات يعني ايه المشكلة ما واحد يموت؟ ما النهارده في 13 واحد ماتوا، ايه المشكله؟ فكره مات ازاي دي مش قصته، دي مش قصه عنده قوي، دي قصه عندنا احنا. لكن لما يموت ناس، ما في 5 ماتوا تحت القطر النهارده و13 واحد اتقتل، الجيش ولا الشرطه قتلوه، وفي ناس بتتقتل كل يوم في شبه جزيره سيناء ولا حد داري بيهم، وناس بتتقتل في كل حته. محمد الولد محمد ده اللي اتقتل الراجح ده محمود بدر، محمود بدر يعني مش البنا، مفيش قصه، مش مشكله يعني. فالعسكر الناس لا تمثل قيمة عندهم، فما واحد يموت هو فعلا شايف ايه اللي جرى، واحد مات نط واتقتل وغرف ده، ما هو نقصنا واحد يعني. ده التصور اللي عندهم، مفيش ازمة في الكلام ده عندنا احنا. لكن هو ما يموتوا مدام بعيد عن المساحة الخاصة بيه والناس بتوعه، هو بيشوف الناس كده. وانا قلت اكتر من مرة ان احد الضباط الكبار بعد ثورة يناير قال ما يموت 200-300 الف واحد، ايه المشكلة يعني، مهم البلد محافظ عليه. ففكرة الدم والقتل عندهم مش قضية، وهم بيحتقروا الشعب المصري. هو في ناس محترمة تشتغل في وزارة الرئيس الجمهورية اللي عليهم خاين وبايع المية بتاعت مصر. مصر النيل ده هو روح مصر طول التاريخ، وكل الناس قالت كده، واحنا عارفين كده، احنا عايشين وشايفين يعني. فتخيل واحد بيضحي بالكلام ده ولسه شغالين معاه. فاذا النوعيات دي من البشر هم، انت احنا ليه، مين اللي خايف على النيل؟ ناس، شعب. لكن الكلاب اللي بيحكموا البلد دول فرق معهم، مش فرق معهم حاجه خالص، هم عايشين في معاهم فلوسهم، بلد اتحرقت هيطلعوا بره. تحفظ على اللفظ، لا تحفظ براحتك، بس ده يعني لا. حتى نعم. كلمه الكلاب ربما تكون ارقى مما يعني يستحقون. مع الاسف الشديد احنا وصلنا لمستوى مؤلم من الخيانه، واستمرار الخونة دول في مكانهم مش بس هيدمر مصر، ده دمر الشعب المصري، دمر القيم والأخلاقيات والقواعد الإنسانية للناس، المفروض الناس تكون عند الناس. في إنسان يقبل ان واحد ينتح يعني موت نفسه قدام عشان 70 جنيه؟ وفي ناس قاعدة، الناس اللي قاعدة ليه ما تحركتش ليه تفتكر؟ ايه السبب يعني؟ احساسه بالقهر، مش قادر يفكر، بيطيع السلطه طاعه الواحد، خلاص لابس ميري مهما كان بقى، هو ده ممثل الاله اللي موجود في مصر مع الاسف. معقوله ما جعل الناس يسكتوا طاعه الكمساري يعني؟ طب ليه ما واحد ما طلعش سبق؟ تفتكر ان الناس دي كلها ما حدش معاه 70 جنيه يطلعوا ويحل المشكله؟ في حاله قهر بتنفصل عن التفكير، بيحط البدائل بس اللي بيقولها الكمساري، يا سلمك للبوليس يا ترمي نفسك من القطر. في بديل ثالث، ان يمسكوا الكمساري ده يحدفوه من القطر نفسه يعني. او بديل رابع انهم يدفعوا الفلوس، او بديل خامس يقفوا يمنعوا الكلام ده انه يحصل. الثلاث بدائل دول ما عملوهمش. بديل العنيف رفع، مش عارفين، مش ممكن يجي في ذهنه. بديل المادي والبديل المقاوم، ان تقف تمنع الناس انها تنزل. الثلاثه دول ما عملوهمش،
وحصر نفسه بين الاثنين اللي قالته بالسلطة مع الأسف الشديد يعني. طيب كان هناك تعويض تحدثوا عنه أيضا لأهل محمد عيد، قالوا 100,000 جنيه وللمصاب 20,000 جنيه. أيضا كان هناك صور لكامل الوزير وزير النقل هو بيعزي أو راح حضر العزاء ويقبل رأس أحد الجيران أو أحد أهالي محمد عيد. أيضا في أي إطار يوضع هذا التصرف، فكرة أنه المقابل أو التعويض وحضور الجنازة؟ هو التعويض جائز في حالات الحوادث الطرق العادية، عربية خبطت عربية يعني قد تحدث طبعا، كمان ما يكونش بسبب خلل في السيستم، لكن دي الحقيقة دي جريمة قتل عمد مسؤول عنها الكمساري ده، وإذا كان جزء من السلطة فمسؤول عنها اللي أجبره يعمل كده لو في حد أجبره، فالموضوع ما يتحلش كده. كان في فيلم ضد الحكومة ونفتكره كلنا برضو نفس الكلام، حادثة قطر مات فيها أطفال وكان الكمساري اللي هيتحاسب، وحادثة القطار الصعيد اللي في 2005 برضو الكمساري اللي هيتحاسب. الكمساري ده ممثل السلطة، فبالتالي لما يجي يتحاسب ما يتحاسب، يعني الموضوع مش شخصي يعني، مش خناقة بين اتنين، ده بين نظام قائد دولة بتشتغل عليه وبين مواطن، فالحساب ما يكونش الشخص الكمساري، لمنظومة السلطة اللي خلت الكمساري ده عنده القدرة نعمل كده، واللي خلت الناس مش قادرة تاخد موقف إيجابي. احنا شفنا موقف من أسبوع، نفس الموقف، واحدة بتتمسك من الشارع، خمسة واقفين تمام، وناس عملوا كده، ناس جريت. لو كلام ده لو كرر تاني ولو كانت عمل من 10 سنين كانت الخمسة دول دفنوهم في الأرض، اختطفوا واحدة ست في الشارع في مكانهم. ايه اللي خلى الناس تعمل كده؟ ايه حالة القهر دي؟ ايه التدمير النفسي اللي حصل في المجتمع المصري؟ لانه شايف الناس بتتقتل، مفيش اي حد بيتكلم، ناس قتلت وحرقت جثثها في الشارع، وناس بتقتل في كل حتة في مصر، مفيش حد بيفتح بقه ولا في قانون يحميك. فكل ده بيعمل حالة من الكسر النفسي، وده اخطر حاجة، ان الناس مش قادرة تعمل حاجة، حاسة بالعجز والقهر. وفي ناس بتعمل هروب نفسي بقى، تقول لا الكلام ده صح. على فكره ناس كتيره من اللي بتايد السيسي حاله من الهروب النفسي، هو مش عايز يبان قدام نفسه جبان ومجرم فيعمل ايه؟ ينقل لمساحه الدفاع عن النفس. انا لا، ده ناس كويسين، ده احنا ده المفروض ده اللي يحصل، بيكذب على نفسه علشان يحط نفسه في مجال نفسي امن ويبعد نفسه عن الضغط يعني. فاذا احنا في الازمه اكبر بكتير جدا من مجرد حادثة قطر وناس اترمت وان الكمساري يتحاسب، لا، دي منظومة سلطة فيها مشكلة كبيرة جدا جدا، بتقهر الناس، تقتل الشعب، ما عندهاش اي احترام للقانون، ما عندهاش اي احترام للناس، بتصدر التوحش، بتصدر الرغبة في القتل والدم، وكمان بتستخدم القانون لتثبيت الفكرة دي. كل الضباط والامناء الشرطة اللي كانوا المتهمين في قتل المظاهرين طلعوا براءة، كلهم بلا استثناء، كل اللي كانوا في السلطة طلعوا براءة. مين اللي بتحاسب؟ مين اللي في السجون؟ اللي في السجون اللي كانوا في صف الشعب مع الناس، كلهم دخلوا السجن وقاعدين فيه مش لغاية سبب غير انهم تحدوا السلطة اللي موجودة مع الأسف. طيب دعنا نشارك معنا الآن عبر الهاتف الدكتور زكريا مطر، الخبير المستشار الاقتصادي. دكتور مطر اهلا بحضرتك. اهلا، تحت امرك يا حبيبي، تحياتي ليك والمشاهدين ولضيفك او ضيوفك يعني. اهلا اهلا بك دكتور زكي. بتحدث عن حادثه اليمه، حدث مقتل محمد عيد رحمه الله، في هذا المشهد الاليم الذي يعني شاهده الناس مع الاسف في القطار، والذي كان سببه الكمساري الذي أصر على أن يلقي محمد بنفسه من القطار، في حين أن التذكرة هي 70 جنيه، أو ربما قيل بعد كده أنها 30. كيف رأيت هذا الحادث دكتور مطر؟ والله أنا أقدر ضيفك وكلامه يعني ما شاء الله، لكن ده الكلام ده يطبق في بلد، أنت في عزبة، مفهوم بلد غير موجود. احنا في عزبة، عبد الفتاح السيسي خون،
ومحمود ابنه او اولاده دول هم المساعدين بتوعه. ففي حاله العزبه بقى ما طبقش قوانين البلد او الكرامه او الانسانيه او حاجه. الحاجه الثانيه انه في بلد فيها واحد زي ده شاب محمد عيد وزميله اللي اتقطعت رجله، مين اللي وصل ان هذا الولد اللي في هذه السن انه يطلع يبيع حاجات في القطر علشان يسترزق؟ لان البطالة اللي قال عليها فتح التيست عندنا مليون بطال كل سنة، واخد بال سعادتك؟ وانه مستوى دخل الفرد بينزل، ماشي؟ ان انت لو شفت متوسط دخل الفرد بتاعنا حوالي يمكن الان حدود 300 مليار دولار، يعني زي كده اي بلد افريقية مجال افريقيا. وبعد كده بيكون فيه نوع من القهر المفرط والاسراف المفرط، واخد بالك؟ ويعني عملية انه اللامبالاة المفرطة. فين عبد الفتاح السيسي؟ لو في بلد ضرمة كان حصل فيه غير كده خالص، كان استقالت الحكومة وكان استقال الرئيس وكان الدنيا. وانا اذكرك بحالة في البلاد المحترمة كان اسمها ويستي كيس، لما كان ولد اتشال فيها وزير البحرية الانجليزي علشان ويستلي ما مجرد كان المبرر الحكم انه مواطن انجليزي لم يتاح له الحق للدفاع عن نفسه، كان هي القضية شلت معروفة ويستلي كيس. انت مش في بلد، اولا انت بقيت في بلد فيها واحد لمؤاخذة باجي ما عندوش قيم، بيشتغل بالضبط نشال او ارام، واخد بال سعادتك؟ وشعب من الفرد مقهر. طب انا هقول لك على حاجه وما تزعلش مني، احنا لنا 100,000 واحد تبك من حكايه 60 في السجون مرميين، يجب ان يموتوا في السجون، لان دول هم اللي هيحاربوا اسرائيل على فكره، لانه فتح بيشتغل لحساب نتنياهو حتى لو نتنياهو مش في السلطه الان. وعندنا بنات بتغتصب في السجون وبيسكتوا اهلهم وبيجيبوا لهم اقراص معنى حم، مفيش نخوه. وانا قلت 100 مره يا جماعه اعملوا يوم للمعتقلين، اتحركوا واشعروا عبد الفتاح السيسي ان في شعب. عندنا 500 اسم شرطه، اطلعوا اعتصموا جنبيهم، لا تحاصروهم. ده اسمه حل سلمي الذي تتيح القوانين والمبادئ. 500 اسم وقفوا جنبيها. فانا الرجاله من ايدك منهم، انا بطالب نسوان مصر الجدعان اطلعوا اعتصموا جنب اسامي الشرطه 500 اسم، قولوا عاوزين المعتقلين يطلعوا، خليهم يموتوكوا، واشعروا الناس ان في ناس بتتحرك. ولا حد هنا، حتى محمد علي ما قالش الكلام ده، يعني ما اعرفش. طب هذه قضيه، طبعا قضيه عادله دكتور زكريا، ولكن مع الاسف لا تمس كل الناس، مع الاسف في مصر. لكن ما يمس كل الناس هو الحاله المعيشيه التي انهارت تماما، غلاء الأسعار، حتى الحالة الاجتماعية اللي بيعيشوها، كمية الفساد والقهر اللي موجودة، كمية الموت ومشاهد القتل اللي موجودة كل يوم بسبب مرة المطر ومرة الصعق الكهربي ومرة الحوادث. يعني هل تعتقد بأنه هذه المشاهد المتكررة على مدار الأيام سيخرج الناس من أجلها؟ أتحدث ربما عن الفقر بالتحديد وعن العوز، وهل ده صحيح أم لا؟ يا سيدي الفاضل، أنا في الحقيقة حتى في التحرك الأخراني برضو ما تزعلش مني، أنا للأسف مع احترام لسعادتك أنه أصبح تحول عندنا القهر، أصبح عندنا في داخلنا عمل عقيدة اسمها عقيدة مش الخوف، الخنوع. فأنا في الحقيقة والله عندي أمل، بس عندي أمل في ستات مصر، أنا رجالتها فقدت فيهم الأمل. النقطة إن إحنا ومع ذلك عندنا، لو أنت شفت إن رئيس الجمهورية في كل الحوادث عامل فعاليتين في شرم الشيخ بعيد مروق نفسه هناك. لكن ليه يا دكتور معذرة، ليه فقدت الأمل في رجال مصر؟
لان الرجاله، هو قال لك ضيفك يا اخي، قال لك الرجاله في السجون، الرجاله في السجون او قتلوا. طب احنا 100 مليون، احنا 100 مليون يا دكتور يا سيدي، ما احنا حوالي برضو، بس ما تزعلش مني عشان مش عاوز الناس، انا عندي امل، بس اللي انا شايفه انه عاوزين يعني ايه برضو محمد علي حرك المهر الراكد والناس نزلوا في 20 سبتمبر، واخد بال سعادتك، كان مفروض تكون حركة شاملة، لكن في بعض الجهات اللي لها قواعد تنظيمية منتشرة ما شاركوش. لو كانوا نزلوا كانت حسم الموقف، انت شفت عبد الفتاح السيسي هرب، والجماعه طيب أعود... البلديه بتوعه كانوا نعم. بيتاجوا ازاي. طب اعود تاني لصلب السؤال دكتور زكريا، نعم. من الموضوع متعلق بالفقر الذي دفع محمد عيد انه يخرج يبيع، والقهر اللي دفع الناس انها تتفرج، والقهر ايضا اللي دفع محمد عيد انه يرمي بنفسه. هل هذا الفقر وهذا القهر اللي موجود ربما يصنع ثورة حقيقية على النظام؟ والله أنا برضو لي رأي. أنت فاكر يعني بنو إسرائيل لما راحوا سينا، واخد بال سعادتك، وقال له ادخلوها، قالوا اذهب أنت وربك فأخذنا، فربنا خلوهم 40 سنة في التيه لما جه جيل تاني بتاع إشعيا. فأنا في الحقيقة الجيل ده والله أنا، أو الجيل بتاعنا احنا، وأنا مقصر، أنا بحس يا أخي عشان ما يقولوش حد إن إحنا رجالة مخصيين. ده وقفوا وزراء الصحة وقالوا هنخسر رجالة وهنعمل. لا دكتور، لا تحفظ يا دكتور على هذه الألفاظ يا أخي. لا طيب موجودة. طيب يا أخي معلنة. الله، أنا ما بقولش، أما زكريا مطر بيقول ده معلنة، وقالوا إن إحنا اللي عنده فوق عيلين يتم إقصاؤه. قال من ضمن الاقتراحات اللي قدمت قالها وزير الصحة. طيب وقالها وزير، ده دي حاجات معلنة. انا ما بتجوز في العمليه دي حقيقي، انما المهم خلينا بقى في شغلي. طيب. انا الموقف الاقتصادي علشان ما تزعلش مني، خلاص ماشي. احنا عندنا الموقف الاقتصادي الان المتعمد. نعم. هذا الموقف الاقتصادي متعمد، واخد بال سعادتك، ان انت بس لو شفت ان عبد الفتاح السيسي هو وكيل للصهاينه اللي بيحموه، فهو جاي هنا في مصر بيسلمها زي ما احنا بنقول تسليم اهالي الاسرائيل، وشوفوا صرف قد ايه على الفلوس اللي هيوصلها لإسرائيل المية، وأنفاق سرابيون، وباع البتاع، وإنه كذاب أشر، يعني فاجر بيتكلم بنوع، هو مش هو اللي بيتكلم في الحقيقة، اللي بيعدوله العملية شركات العلاقات العامة وعباس كامل وعملية زي. طيب. إنما المهم إحنا الموقف الاقتصادي، أنا يعني قلت إن إحنا بقينا أصبح زي ما يكون، أنت مش هقول تعبيرات، نازلين على منحدر، هذا المنحدر راكب انت فيه عربية ومش قادر تتحكم فيها، انتهت، لا يمكن هتعرف ترجعها ولا توقفها. فاحنا الموقف الاقتصادي تبقى تفرد له حلقة خاصة، لانه عبد الفتاح السيسي ايراداته طيب. نعم قد الفوائد ولقطات تقريبا، فما فيش فايض. طيب يا دكتور، نعم. حتى انتقل لدكتور عمرو عادل معنا في الاستوديو. السيسي قال في اكثر من مناسبه، قالها صريحه وفي اكثر من مناسبه غير صريحه، اللي معهوش ما يلزموش. يعني في اي اطار يمكن فهم هذه الجمله في يعني علم اداره الدول اقتصاديا على الاقل؟ انت الكلام ليه ولا عمرو عادل؟ لحضرتك قبل ما انتقل لدكتور عادل. يا اخي هو النقطه، هي مش النقطه دي بس يا اخي. هو النقطه انه شويه المطر اللي نزلوا بيعتبروا عاديين، يعني انا اعرف ان في مناطق في مصر بلغوني انا ما نزلش فيها مطر، شويه هواء بتاع، فما يقف متحدث بتاع الجمهوريه او مجلس الوزراء يقول اصل المطلوب 300 مليار جنيه علشان نعمل الـ بتوع العاصمه القديمه، عاصمه الغلابه، واخد بال سعادتك، واحنا مش هنقدر. وهذه ال 300 مليار يعني صرفهم يعني لا يساوي جزء من، هو قال ان انا
العاصمة الجديدة والبتاع، قال ان هم 4 تريليون، ده هو اللي قاله مش انا اللي بقوله والله، واخد بال سعادتك؟ وما نعرفش لا قانون ولا قيم ولا وحدة موازنة ولا الفلوس دخلت ازاي ولا باع لمين. فاما يكون العملية اللي انت بتقول عليها ان هو طالع بيقول اللي ما معهوش ما يلزموش، هو من امتى عبد الفتاح السيسي قال كلام معقول؟ ده عبد العاطي كفتة اللي نصب على الناس وعلشان يعمله هو حضر له العملية المهزلة بتاعته. قل لي في مرة عبد الفتاح السيسي قال ايه؟ هو هنا ذكر علينا. شوفوا مرة بيبقى ماشي ازاي، شوفوا ماشي ازاي. هو عبد الفتاح السيسي عميل صهيوني تحميه اسرائيل ويدعمه مجتمع الامبريال الغربي، واللي مش وهو بيشتري الناس بيرشوهم بالسلاح، بيجيب صفقات سلاح تاني وبيعمل. طب اذا انت حبيب مع اسرائيل هتحارب مين؟ فدي النقطه اللي انا بقول لك عليها، ان عبد الفتاح السيسي اصلا هو ظاهره شاذه كانه ابتلاء من الله، لن يزاح الا اذا نزل الناس وابتدوا، حتى لو ابتدوا بالتدريج. وانا برضو ما تقوليش بتحفظ، انا بقول يا ناس علشان خاطر المعتقلين اللي بيموتوا في السجون، انزلوا يا ستات مصر، وقفوا جنب السجون، كل اسم شرطة اللي عنده حطوا 1000 2000، ما متحصلوش الاسم ده اسمه ايه؟ هذا هو عبارة عن مقاومة سلمية تتح القوانين، مقاومة سلمية تتح القوانين والشرائع، زي ما انت شايف في مظاهرات في لبنان والعراق قاسم سليماني بينحر فيهم ومع ذلك ما خافوش ومستمرين. لبنان نفس الحكاية، عندك في الجزائر بقالهم حوالي النهاردة قربوا على 40 أسبوع. فإحنا مش عارفين إيه المشكلة، من هو السبب. عاوزين يكون حد عنده تنظيم يغطي البلد ويبتدي يتحركوا. الفلاحين اللي ما عندهمش مية واللي وسائل الإنتاج زادت، اطلعوا على السكك وقفلوها، وقعدوا عليها زي ما بيقفلوا السكك في لبنان. المقاومة، عمال التراحيل اللي موجودين 4 مليون عامل، انزلوا بفوسكوا وغلقانكوا وامشوا في الشوارع، مظاهرة سلمية ما هياش لا سلاح ولا بنادق. احنا بنقول بس عبروا عن اي حاجة، قولوا ان احنا بنرفض العملية. مفيش بلد ما فيهاش بيبقى مقاومة من غير تضحيات، كل الثورات كان فيها تضحيات، مفيش ثورة بتيجي كده متسلمة. شكرا. حاجة، فاحنا بنقول اهو عاوزين شكل من اشكال المقاومة. نعم. اي شكل، اشكال الرفض، اشكال الرفض. احنا في 60 داهية. الدين اللي عندك، انا طبعا مش هدخل بقى في الاقتصاد لان برنامجك هيبقى وقته قصير، انما وصلت الى ارقام فلكية وخيالية متعمدة، الغرض منها قهر مصر والاجيال القادمة اللي دناها لمصلحة اسرائيل، انه دمر هذا البلد وما يش هيقدر ينهض ولا بعد 100 سنه. هو المطلوب كده، واخد بال سعادتك؟ ده المطلوب، وعبد الفتاح السيسي جاي ينفذه، واخد بال سعادتك؟ وعبد الفتاح السيسي رغم كل ما يقال، انا بعتبر حاجه معينه وما تزعلش مني، انا ناديت للجيش قلت لهم انتوا لكم 350 نحروا زي ما نحر محمد عيد، ما قتلش ده نحر، موجودين في ام الرشراش، عبد الفتاح السيسي ما بيقدرش ينطق الاسم، طب هاتهم علشان الجيش اللي بيستقوى بيه وبيحميه وكرمهم وطالب بتعويضاتهم. نعم. دي من ضمن الحاجات. نعم. تيران وصنف كل الحاجات دي. فاحنا نعم. بنقول لابد من نوع من ابداء الرفض والمقاومه مهما كانت العقوبات. وانت زي ما بتقول الناس بتجري، يا اخي انتوا الضابط بتاع الشرطه ده. شكرا. اللي هو بيعمل. نعم. او بيسرق وياخد الموبايل، ده بيطلع يشوف الموبايل وبعدين يحطه في جيبه، اضربوه، مو عاوزين 2 3 رجاله يموتوا خلاص. ما يا دكتور لو سمحت، يعني بدون السيوف، لا يعني بدون يا دكتور التحريض بالشكل دوت، يعني لا مش تحريض، لا 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 ده حق قانوني، لا 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 هو دعوه للمقاومه، ده حق قانوني، ده مش تحريض. لا 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 انت كده بقى غلطان، ده حق قانوني طبعا، بتنادي قناه معارضه، احنا بنادي بايه؟ عمليه تحرك سلمي تبيح القوانين. طيب شكرا جزيلا دكتور زكريا بصر. لا لا لازم اقول حاجه على الاقتصادي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك، عوده لك يا دكتور. طبعا شوف حضرتك، احنا لو هنفترض ان في قانون في مصر،
هل يوجد قانون في مصر يسمح لأي حد يفتش موبايل تاني؟ هل في قانون كده؟ هل في قانون في مصر يسمح بالتفتيش؟ هو بيقننها أصلاً؟ بيقننها بالطوارئ، بقانون الطوارئ اللي بيجدده كل 3 شهور. هو بيقننها بالشكل دوت، وإن كان هذا مخالف للدستور، ولكن هو بيقننه بالدستور والقانون كمان. حتى نعم. في قانون الطوارئ الكلام ده مش موجود، لازم في في حدود معينة. فبالتالي اللي يمسك موبايلك في الشارع 10 يتلموا عليه ويحطوه في مكانه ما يقومش. ده مش تحريض، ده حق شرعي في الدفاع عن النفس. ما ينفعش كل حاجة. أصل خد بالك، إذا كنا نلتزم بالقانون فلازم الطرفين يلتزموا بالقانون، تمام؟ ما ينفعش طرف الأضعف يلتزم. القانون مش معمول عشان يحمي القوي، القانون أصلا معمول عشان يحمي الضعيف. فما يجي حد قوي ومعاه السلطة وكمان بيخالف القانون ويتجبر على الناس وتيجي تقول لي خلاص سيبه عشان مش عارف ايه، طبعا ده كلام فارغ. الشارع، الناس في الشارع اكتر، الناس في الشارع كتير. ما تسمحش لحد انه يقبض على حد في الشارع، وما تسمحش لحد يقبض على حد في شارعك وانت في شارعك. مفيش قوة تيجي تمسك حد، الناس هي الاقوى، دايما الناس هي الاقوى. الانهيار امام السلطة واستمراء الصمت قدام السلطة اللي بتظلم وبتخالف القانون هيؤدي للكوارث اللي احنا شايفينها. ال- 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 الولد بتاع القطر ده نتيجة لاستمراء طاعة السلطة في على عمال وعلى بطال. وصلنا لإيه في الآخر؟ واحد بيرمي نفسه من القطر. فده نموذج لازم نفكر فيه بشكل جيد. طيب خلينا نتابع التغريدات حول مقتل محمد عيد. نتابع إذن معكم مشاهدين الكرام التغريدات، لأنه كما ذكرت كان هناك تعاطي كبير مع الحالة. خدنا التغريدة الأولانية، نتابع التغريدة التي تليها. دكتور محمد الصغير يقول: صحفي من اليوم السابع يشارك في دم شهيد التذكرة بدم بارد من خلال محاولة أهلي ليكتب على ألسنتهم أنهم يرفضون تسييس القضية مع أنها جريمة على كافة الأصعدة. والسؤال: أليس توفير فرص عمل ودخل الشباب أولى من مؤتمرات شباب شرم وبناء المزيد من قصور الرئاسة؟ مصر عاوزة بلعات مش مؤتمرات. مصر عايزة دولة، مصر ما فيهاش دولة، مصر فيها مشروعات عصابات بتحكم البلد. فنبتدي بالدولة، نبتدي بناس عندها ضمير وانتمية للشعب ده، كل حاجة ممكن تتصلح برغم الكوارث اللي عملها عبد الفتاح السيسي، لكن في وسائل ممكن نستعيد بيها نفسنا تاني. ناخد وقت طويل، كل يوم بيعدي في وجود المجرمين دول في السلطة بيأخرنا سنة. كل يوم بيعدي بيأخرنا، مش بس على المستوى النقدي والفلوس والثروة، لا كمان على مستوى التدمير النفسي اللي بيحصل للناس. هتعالج الناس ازاي؟ تخيل انت التدمير اللي عمله الجيش في 60 سنة دول، حاجة مدمرة، دمر الشخصية المصرية خالص. بتقاوم بقالها 200 سنة، اخر 60 سنة جاب اجلها. محتاج قد ايه عشان تبني تاني؟ فمصر محتاجة دولة، محتاجة دولة بتحكم جزء من الشعب، بتمثل الشعب ولا تنفصل عنه. نعم. تامر أبو عربي يقول: الأكيد أن الكمسلي لم يدفعهما من القطار، هم اللي نطوا الأول عشان بدين شوية وقع ما بين القطار والرصيف، والتاني عشان خفيف شوية قدر ينط من القطار وبإصابات طفيفة. وزير النقل كامل وزير تعقيبا على حادث القطار. تحدثنا في هذا الموضوع، هل تريد تعليق؟ هو كاتب التعليق ده بيؤيد ولا بيتريق؟ هو كاتب خبر. صحفي. هو كاتب خبر فقط، يعني لا يعلق، هو بس كاتب الخبر. طيب سيبنا الاصل الموضوع على لسان وزير النقل. واحد رفيع وكلام ده وزير النقل الكلام ده، وزير النقل مهايف. طيب نتابع التغريدة اللي بعدها. محمد عبد الوهاب: اقفز فهذا قطار الأثرياء، ألا ترى الجميلات والكبات والعطرة، الشاي والفقراء، الأغنياء لهم شرابهم ولنا أن نشرب الصبر، يا أيها النمل عيشوا في مساكنكم، جاء الشتاء اخجلوا لن تأكلوا مصر، شهيد التذكرة. طبعا هي مجتمع طبقي بامتياز، ناس مش لاقيه تاكل وناس عايشه في ليفل تاني، برغم القدر يعني مش عالي قوي، لكن عموما في انفصال طبقي كبير بين المجتمع، بين طبقتين في المجتمع المصري. الحقيقه الناس الفقراء المعدمين، كل واحد فقير، في كل 1000 فقراء في واحد غني تسبب في فقرهم. فحقك عند الناس دول، عايز تاخد حقك تاخده، مش عايز حقك تحر
بس حقك موجود في حتة في حتة ما في مصر. فيعني هي دعوة للناس اللي مش لاقي تاكل. على فكرة لا يوجد مجتمع يستحق الاحترام في ناس مش لاقي تاكل. وما دام في حد مش لاقي ياكل في واحد مجرم سبب جوعه. فمن حق كل واحد انه يدور على حقه بكل ما يمتلك من قوة. نعم. سيد وليد شرابي يقول: منذ الأمس وإعلام الانقلاب متردد في تبرير جريمة إلقاء الكمثالي للشابين من القطار، أحدهم يقول كامل الوزير هو السبب، والآخر يقول هم اللي نطوا من القطار، وآخر يقول القطار في آي بي ودول ما كانش لازم يركبوا. وأنا أرى أن الحل بسيط كما تم في آلاف القضايا الملفقة، قالوا إن الكمثالي إخوان. ده حصل فعلا نص النهارده ابتدت ده خط. يعني هو الفكره هو عمل صندوق اسمه الاخوان، صندوق اسمه اي حاجه. على فكره لو كان قام بالثوره دول الشيوعيين مثلا كان بالصندوق ده الشيوعيين، يعني مفيش مشكله، المهم في عدو لازم يتعمل وخلاص. اي حاجه حطها بقى، البلعات اللي اتسدت في الاسكندريه اخوان، المطره اللي نزلت اخوان، مظاهرات لبنان اخوان، الكمساري بقى اخوان، ايه دول بعبع بقى ولا ايه؟ يعني ايه الحجم الرهيب ده؟ واذا كانوا بالقوه دي وقادرين يعملوا الكلام ده كله موجودين في السجون ليه؟ ما يطل ما الرجاله بتاعتهم تروح تخرجهم بقى اذا كانوا جامدين كده. حتى بعد قضيه محمود البنا ظهر شيء تمام. اخر اللي هو اقل من 18 سنه. حتى الناس سخريه مع الغضب قالوا ان شاء الله بس الكمساري ما يطلعش اقل من 18 عام. الى هذا الحد الناس فقدت الثقه طبعاً. حتى في في القضاء بهذه الطريقه، فقد الثقه في كل مؤسسات الدوله. وعلى فكره لا يعني وفي كتير جدا شاف خلاص ان مؤسسه الجيش دي مؤسسه مجموعه من الخونه حتى لو فيها ناس هل كويسين. هل تحدث عن عوام الناس؟ ليس عوام انك عدد ليست كبير جدا وليس لا 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 الكلام ده كان من 6 سنين. شوف اكبر انتصار تحقق بعد الانقلاب العسكري ان في قطاع واسع جدا من الناس شافت ان مؤسسات الدوله في مصر هي مؤسسات خاينه كلها. الشرطة، الجيش طبعا على رأسهم، هو مركز الفساد والخيانة وحواليه كل المؤسسات التانية. وده انتصار عظيم هيتبني عليه. وإذا كانوا فاكرين إن خلاص استدامت واستقرت الأمور، أبدا، هي المعادلة بس بتتغير. وعمر الشعوب والثورات ما بيتقاس بالسنين الصغيرة، ده اسم الجيل. فأنت عندك جيل جديد خارج وجيد فاهم المعادلة شكلها إيه، والمواجهة الجاية اللي هي أكيد هتحصل السنة دي، السنة الجاية، كمان شهر، بكرة، الله أعلم، لأن كل المقدمات موجودة. مش ناقص بس غير انطلاق حالة الصدام بين المجرمين اللي ماسكين مصر وبين الشعب. شكله إيه وهيكون إزاي وطبيعته إيه طبعا الله أعلم، بس مش هيبقى زي 25 يناير. اللي بيحصل ده بيسرع حالة الصدام أو طبعا حالة الصدام. إحنا رايحين ليها، رايحين ليها إمتى وإزاي وهتبتدي إزاي ومين اللي هيقودها الله أعلم. حاجة مهمة ان المقارنه مع الانظمه مع الشعوب الثانيه زي العراق ولبنان والجزائر، احنا في مرحله فيز مختلفه، احنا عدينا مراحل تانية. احنا زي الجزائر في التسعينات نفس الحدوته باختلاف الاجراءات العشريه السوداء، لكن ما ينفعش نقارن لبنان وضع مختلف، العراق ده طلع من احتلال وبقى لها طائفيه يعني بس الشعب اتحرك. الشعب اتحرك في مصر انت وازاي مش بالضروره يكون زي الكلام ده. على فكره المواجهات في العراق مواجهات قويه جدا ومواجهات عنيفه جدا. كان هناك في بدايه التغريدات احدهم يتساءل هل هذا صبر ام خنوع من الشعب المصري؟ لا، هو قله حيله ولا صبر ولا خنوع، في قله حيله. اصل انت الجمهور بينزل امتى؟ لما بيحس انه ممكن يضيف حاجه. يعني انا مثلا قاعد في البيت هنزل هتقتل مش هيحصل حاجه، لو هنزل اتقتل وابني عايش كويس ممكن افكر. تمام، لكن تقتل مجانا ملهاش لازمه، انتظر لغايه لما تيجي اللحظه اللي انزل فيها ما تقتلش. علشان كده القوى الثوريه الرجاله اللي في مصر، ومصر فيها رجاله طبعا، يعني مش فيها رجال، الرجاله اللي في مصر اللي قادرين على التنظيم هم اللي عندهم القدره ينتجوا الاحساس ده عند الجمهور. لازم الجمهور يحس انه قادر على انه ينجح. فالجماهير مفرطة، ما فيش. عشان كده فكرة يعني الخروج الفوضوي ده بيدفعوا ثمن حياتهم مجانا،
خروج الناس الا لو حصلت فوضى عارمه خلاص بقى يعني هيصه كامله مفيش دي ممكن تحصل حاله انفجار مقدماتها دي موجوده بالشكل ده طبعا حادثه اي حادثه ممكن تحصل في الشارع يحصل هيجان يحصل ضرب حرق تلاقي مصر كلها ولعت ممكن في ثانيه في كام ساعه تحصل الكلام ده ممكن لكن ده مش هيحل القصه هيعمل تدمير بس تدمير شديد جدا ايه اللي يحل القصه ان انت يبقى عندك ناس منظمه توصل الاحساس للناس ان انت ممكن تنزل المجلس. محمد علي عمل ايه بس كان خدع فيج يعني حاجه فيج اي كلام الناس نزلت ساعتها ليه لانها حست ان في فرق القوه قليل ممكن تنزل وما تموتش تمام فاتحرك للنزول لكن الكلام ده واضح ان هو كان ممكن يكون لصالح اي طرف لكن عشان يبقى صالح الجمهور لازم الناس تنظم نفسها كتل معينه في كل مصر ال 4000 محافظه وال 500 مركز والحدوته دي كلها بحيث انها تعمل حاجه ما انا مش عارفها ايه هم الادرج تخلي الناس تحس ان فرق القوه قل يبتدي يقدر ينزل ما يخافش واعتقد ان في اللحظه دي عشرات الملايين فهتبقى في الشارع ومش عارفين بقى طب ايه هو اللي فيك لو توضحها محمد قال ان ورايا الجيش والشرطه وبتاع ومحمد بتاع والناس خلاص وعايزين ناخد لقطه والناس خلاص ماشي يعني هنخلص بس ما طلعش في حد وراه طلع وراه فاضي او اللي وراه بعوه او اللي وراه اتفقوا مش عارفين يعني مش عارفين ايه التفاصيل لكن الواضح ان المشهد ما حصلش زي ما اتقال يعني طيب دكتور اسامه جويش الاعلامي المصري يقول قالها السيسي هتدفع يعني هتدفع فدفع المصري حياته ثمنا لاغلى تذكره في التاريخ شوف هي الدولة في مصر بتدار بفكرة الشركة الدولة دي لها وظائف مش منها انها تلم فلوس هي بتدير الثروة لصالح الناس فانت لما تدير الثروة دي لما تتخيل ان انت مالك الثروة وبتمن على الناس ده موضوع مختلف خالص انت مش صاحب الارض الشعب هو صاحب الثروة هو صاحب الفلوس انت بتدير الثروة دي علشان كده في اي بلد محترمة ما فيش معنى اللي حصل ده لكن احنا عندنا الموضوع مختلف هم فاكينهم اصحاب البلد والناس دول بالشغل عندهم زي ما الدكتور مطر قال ان انها عزبه الخولي والمساعدين بتوعه والناس العبيد الاجريه اللي بيشتغلوا عنده ده النموذج اللي في ذهن الناس اللي بيحكموا مصر مع الاسف مش بس من السيسي من قبل كده كمان بس زاد قوي يعني في الوقت الحالي طيب نخرج لفاصل قصير ثم نواصل معك دكتور عمرو عادل ومعكم ايضا مشاهدينا الكرام فاصل ثم نواصل ابقوا معنا مسيره ثانيه جايه اعداد كبيره برضه جايه في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهره وسيحكم التدريب علي وعلى اسامي قرر الرئيس محمد حسني مبارك هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطلقه راس من عندنا شتان واكبر معوق لحركه الف اصبح 3/7 الف قتل مش دوله حقيقيه ثانية جايه اعداد كبيره برضه جايه في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهره وسيحكم التدريب علي وعلى اسامي قرر الرئيس محمد حسني مبارك هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطلقه راس من عندنا شتان واكبر معوق لحركه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر عود ورحب بضيفي دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري دكتور عادل أهلا بك من جديد أهلا بك وسائل إعلام مصرية قالت أن وزارة الداخلية قتلت 13 شخصا وصفتهم بالإرهابيين وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمزرعة بحي الحص دائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء أضافت الصحف المقربة من السيسي أن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بنفس الحي وكرا لهم ومرتكزا لتنفيذ عملياتهم العدائية بحسب قولهم ذكروا أنه جرى على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه حيث جرى تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية ما أسفر عن مصرع 13 منهم وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش وعبوة متفجرة وحسامين ناسفين قائلين إن نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق إذن مقتلة أخرى و
وسائل الإعلام تتحدث عن إرهابيين في هذا المشهد. هو الحقيقة بس أنا محتاجين نشوف الصورة. أنا لو معايا سلاح وفي ناس هجم عليا بشوف مكان متداري، يعني بدخل في مكان ورا ساتر ورا حيطة ورا في بيت، فما تفاجأ وبمجمعين مع بعض عشان يحموا بعض. المشهد ده اتعمل ازاي؟ يعني الصورة الموجودة دي اتعملت ازاي؟ حتى ليس بجوارهم أسلحة يعني تمام، بس اصلا انت لو حتى هتجري هتجري في مكان اكثر امنا، مش هتجري في الفاضي. فالشكل ده شكل مش منطقي اصلا يعني. وطبعا هم كذابين، بس احنا بنتكلم على حتى الصورة اللي هم مصورينها يعني. الصورة اللي هم مصورينها يعني. فده شكل لا يوحي ابدا ان كان فيه دي ناس اترمت في الاماكن دي عشان تاخد الصورة، مش بتقاوم، لان المقاومة يعني ليها شكل مختلف. ناس بتتجمع بعض تقف في اماكن مغلقة، ولو جري ما بيجريش في مكان مفتوح، ما هو هيتقتل، فما بيعملش كده، تقتل في مكانه واكرم له يعني. الحاجة التانية طبعا ان دي مش اول حادثة بتحصل، مش اول اغتيال بيحصل في مصر، وده اغتيال يعني مفيش كلام يعني، مش اول، ومش اول اغتيال في مصر يبقى كل القتلة من غير ما واحد يتعور، حتى زي عادل امام مصبعه اتعور في احد الافلام يعني من الشرطة خالص. فايه المواجهات العجيبة دي؟ طب ان لم يكونوا هؤلاء يعني ارهابيين باسلحة، فمن هؤلاء الذي يقتلهم؟ اي حد النظام في اي حد في كل مرة في سيناء بتاعي. ممكن يكون في ضباط مع متضايقين من الناس بياخدوهم يقتلوهم، ما بقول حاجة، في توحش بقاش في قانون، فبالتالي دول ممكن يبقوا اي حد، مختفين قصريا، في مشاكل مع ناس متوصي عليهم. ما هو انت مش في قتلة مأجورين بياخدوا فلوس، طب ايه المشكلة يعني؟ انت ما بتقتل اي حد بتحاسبش دلوقتي، ايه المشكلة لما ضابط ياخد 5-6 ويقتلهم؟ ايه اللي هيحصل؟ حد هيحاسبه؟ وارهابيين ومجرمين وبتاع. فاذا في غياب اي مظلة عادلة لمصر، ده محكمة النقض عملت حاجة عجيبة جدا، زودت الحكم على واحد. شوف المأساة يعني، ده ضد كل محكمة النقض دي المفروض ارقى محكمة في مصر يعني، في ناس فاهمة القانون، ولا يضار الطعن بطعن، ومع ذلك محكمة النقض بجبروتها يعني بتتحدى كل القوانين، قامت مزودة العقوبة على الناس. في المنظومة دي عايز الناس ما تقتلش بعض من غير سبب، عايز الجهاز الشرطة والجيش وما يسمى يعني جهاز الشرطة مجموعة من الخونة، طبعا مش كلام، دول ناس مجرمة لا يمكن يتوصفوا إلا بهذا الشكل، ناس مجرمين قتل تمام، وحتى الناس الكويسة اللي موجودة جوه مجرمين وقتلة، لأنهم جوه منظومة بتمارس القتل والخيانة، خيانة مباشرة وصريحة يعني. مصر بتنتهي، مصر داخلة في مستوى منهار تماما، قيم وأخلاق وثروة وأمن قومي وكل حاجة للأسف الشديد يعني. طيب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة دعوا السلطات المصرية إلى حماية حقوق الإنسان في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والكف فورا عن حملة الاضطهاد بعد موجة من الاعتقالات استهدفت المحتجين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. تأتي دعوة الخبراء في عقاب رد قوات الأمن المصرية على سلسلة من الاحتجاجات السلمية التي خرجت يوم 20-21 سبتمبر، والتي دعا فيها المتظاهرون السيسي إلى الاستقالة وإلى وضع حد للفساد وإجراءات التقشف الحكومية. قال الخبراء في بيان لهم إنهم يشعرون بالقلق إزاء طبيعة الرد الشديد من جانب قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين، في وقت ورد فيه أن السلطات استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد هؤلاء، وورد أن ما لا يقل عن 3000 شخص تم احتجازهم منذ بدء الاحتجاجات، من بينهم متظاهرون وصحفيون وأكاديميون ومحامون ومدافعون حقوقيون حرم معظمهم من التمثيل القانوني في التهم التي يواجهونها. حذر خبراء حقوق الإنسان من أن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف الذين يعبرون عن مواقفهم المعارضة والسعين إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لا يتوافق أبدا مع قانون حقوق الإنسان، لافتين إلى قلقهم بصورة خاصة من الأنباء التي تحدثت عن الإساءات الجسدية واللفظية ضد 3 مدافعين عن حقوق الإنسان، بالتحديد علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وإسراء عبد الفتاح. إذن هذه دعوة جديدة من خبراء حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة. في أي إطار ترى هذه الدعوة؟
مش عارف الله يقول ايه يعني. احنا بقالنا 7 سنين في الحدوته دي يعني. فاكتشفوا دلوقتي ان في اختراق لحقوق الانسان في مصر. بعدين في مصر دلوقتي الموضوع ما بقاش حقوق انسان, بقى الحق في الحياه. حاجه في مستويات للحقوق. اول حاجه الحق في الحياه, بعد كده في الحق في العمل والحياه كريمه, بعد كده الحقوق الحق التعبير. فانت بتتكلم في ليفل قوي عالي قوي عن مصر دلوقتي. مصر الناس بتتكلم في حق الحياه, هذا حتى الليفل الاول مش هو الغريب بقى ان الاخوه اللي بتوع حقوق الانسان هو المتحده, الناس اللطاف دي بتشايف مش شايفه الموضوع. حقوق الانسان من 8 سنين ناس اتقتلت, بتتقتل في الشوارع عادي جدا. ودي حاجة مزعجة جدا انه يتكلم على 3 أو 4 بس وكأن الباقي مش شايفه. فده جزء من الاجرام برضه, جزء من منظومة الاجرام. هو مش عايز الشعب المصري, مش عايز هو عايز مجموعة نخب يبني عليهم اللي هو عايزه, او يبقوا موجودين في مساحات مش مرتبطين بالشعب ولا بالناس, حتى لو بيفكروا فيه او حتى شايفين انه بيعملوا حاجات لمصلحة الناس, متخيلين كده, لكن الحقيقة هم منفصلين عنه تماما يعني. فالمنظمات اللطيفة دي يعني ياريت بس تراجع اللي حصل في مصر في 7 سنين اللي فاتوا. شكرا جزيلا لك دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري, كنت معنا في هذه الحلقة من مباشر مصر. شكرا جزيلا. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة, وحتى نلتقي في أمان الله. مسيرة ثانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهرة, وسيحكم التاريخ علي وعلى أسري. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ وأكبر معوق لحركة قالت إيش؟ 1 2 3 7 قالت قتل مش دولة حقيقية.